مساء الخير عليكم يا اعظم جمهور سينمائي على الانترنت. انا لما بدخل عشان اتفرج على فيلم رعب او مسلسل رعب بيبقى فيه حاجه واحده بس متوقعها، حاجه واحده بس انا عايزها، ودي مستر رعب ما فيهوش اي كلاكيع. لا انا عايز قصه عميقه ولا حبكه مركبه ولا صوره مبهره ولا حتى اداء مميز. كل اللي انا عايزه ان احس بالرعب او واحد من درجاته اللي هما الرعب ده اشد درجه فيهم او الخوف او التوتر. فلما شفت ان شاهد جالهم الجرأة ان هم يكتبوا هورر على مسلسل الزيارة قلت يا راجل، وفعلا بما اني بحب افلام الرعب طب وروني بقى، ودخلت اتفرج باتيتيود فيه تحدي كده. وده هدف الريفيو ده، اني اقول لكم في رأيي المتواضع بعد اول 4 حلقات هل مسلسل الزيارة رعب بجد ولا كده وكده. اللي لاحظته ان صناع المسلسل استخدموا كل الباج اوف تريكس زي الامريكان ما بيقولوا للرعب، كل الحيل في جراب الحاوي لافلام الرعب استخدموه. مثلا الست اللي في البانيو دي ابجديات الرعب زي الست الفيلم The Shining، ولقطة تانية مستوحاة من The Shining الشط في اول الحلقة ولينا الشربيني في الاوتوبيس طالع عند بيت عيلة حداد زي شط بداية The Shining برضو للعربية وسط الغابات والجبال في طريق ملولي وكده زي التعبان علشان يدينا احساس بالرهبة، احساس ان هم رايحين مكان فيه قلق او شر. البنت اللي بضفاير دي برضو من ابجديات الرعب، يا ما شفناها. الطفل او الطفلة اللي بيرسموا حاجات واحداث عنيفة فيها قتل او دم او وحوش، لقطة الست المريبة اللي في شباك البيت القديم الميستيريس او واقف على السطح، النحل اللي بيطلع من البق، البنت او الست اللي بيحصل لها اليفيشن ان جسمها يتشد كده وتطفو فوق الارض، احساس ان في حاجات بتهرش بس تحت الجلد، صوت البنت او الست اللي بيتغير لصوت وحش او صوت الشيطان زي لما صوت تقلة شمعون بيتغير، دي برضو ABC رعب زي اللي بيحصل للبنت في فيلم The Exorcist وعشرات افلام الرعب بعد كده. وحتى لما تقلة شمعون من غير ما تقدر تتحكم في اللي بتقوله بتدعي على ابنها وتقول يا ريتك انت اللي مت مش اخوك، ده بالظبط زي مشهد من فيلم Hereditary. ده كل ده واحنا لسه في الحلقة الرابعة. طيب هل ده ضايقني او حسيت ان هو مسروق؟ بالعكس خالص، ده انا انبسطت جدا كل ما شفت حاجه من الحاجات دي، لان هي دي حلاوه انك تتفرج على حاجه في جانر معين سينما النوع وبالذات الرعب، انك اكشلي مستني الحاجات اللي زي دي. المهم تكون متنفذه كويس، والصراحه اغلبهم بتنفس كويس جدا، فكل دي نقط في صالح المسلسل مش العكس، ويا ريت تكتروا منهم كمان. وفي نقطه تانية بقى اهم كمان ادتني ثقه كبيره في صناع المسلسل ان هم مالكين ايديهم من الرعب، وهي ان الرعب الافكتيف الرعب الفعال هو اللي بيلعب بتوقعاتك بالاكسبكتيشنز بتاعتك. يعني مثلا في المجمل احنا خلاص دلوقتي تعودنا ان ضحيه الرعب لما تبقى في الحمام وعند الحوض قدامها مرايه ممكن في اي وقت وهي مش حاسه نشوف ريفلكشن للسفاح في المرايه، فخلاص اتعودنا عليها بقينا متوقعين حاجه تانية عشان فعلا نتخض. في مشهد بقى حلو قوي في الحلقه التانية، تقلة شمعون عماله ترزع دماغها في الحوض، عماله ترزع ترزع، والصوت لوحده للرزع واقعي جدا ويخليك تقشعر كده تتشنج، فانت قاعد متشنج وهي عماله ترزع راسها في الحوض وتبتدي تطلع ناحيه المرايه، فانت مداري عينك علشان متخيل هتشوف راسها مفتوحه بقى ودم ومنظر مقرف وجور كده، لكن بدل المنظر ده تشوف داسم الروح الشريره او الشيطان اللي برده معمول حلو وشكله فعلا يخوف. فالايفكت ده اللعب بتوقعاتك بونت كبير قوي في صالح المسلسل، وبيعملوها كذا مره وساعات بالعكس. يعني مثلا في الحلقه الثالثه اعتقد تقلع عماله تغز ايديها بسكينه حاميه عشان تطلع الحاجات اللي هي متخيلاها موجوده تحت جلدها، منظر مقرف جدا والدم على وشها وبتاع، وبعدين ابنها يدخل المطبخ والكاميرا على وشه، فانت متوقع ان اول ما يدخل يبان هو مفزوع لكن وشه عادي جدا، ولما يرجعوا تاني على تقلع من وجهه نظر ابنها ما نشوفش حاجه، ما نشوفش السكينه، فالسكينة دي تطلع تخيل او عالم تاني رعب موازي، المهم ان ابنها مش شايف السكينة. فتاني اللعب بالتوقعات ده حلو قوي وفعال جدا. وبمناسبة القرف والدم زي في المشهد ده او مشاهد تانية زي مثلا لما سيلفيا تعض استاذها في وشه ولما يترمي من الشباك ويقع يفرتك دم في كل حتة، القرف ده هو المطلوب. ما انت لو هتعمل رعب يبقى اعمل رعب بلاش دلع. لو هتقعد تقللي في الدم والمناظر المقرفة عشان بس المشاهد ما يتأثرش قوي يعني يبقى سميه حاجة تانية، سميه إثارة، سميه تشويق، لكن ما تسميهوش رعب. فبليز اديني قرف أكتر، جور ودم ومصارين يعني براحتكو خالص. فمتهيألي كده جاوبتكو على سؤال هل مسلسل الزيارة رعب ولا لا. في رأيي أنا الشخصي رعب. طيب القصة نفسها بقى أو بمعنى تاني السبب وراء الرعب ده، في مشهد في الحلقة الثالثة أو الرابعة لما تقابل داود ويعلمها إزاي تعرف توصل للعالم التاني العالم الماورائي ده عشان تقابل رحيمة وتعرف سبب اللعنة. النقلة دي مبدئيا معمولة حلو جدا، إن دينا الشربيني تقعد تلف كده أو الكاميرا تقعد تلف حواليها وبالراحة الخلفية تقلب لعالم قرمزي حالم كده، صراحة اتعملت بروفيشنال قوي بشياكة يعني، برافو عليهم.
لكن في حاجة في المشهد ده فصلتني شوية، وهي شكل رحيمة نفسها. هل دي دينا الشربيني بس معجزينها شوية؟ لأن الصراحة مش معمولة حلو، سواء كانت دينا أو واحدة تانية ومعجزينها، الميك اب مش على نفس المستوى لبقية الميك اب في المسلسل. في رأيي كانوا مثلا يجيبوا مفاجأة زي منى زكي، منى شلبي، هند صبري، شخصية تانية ويعجزوها شوية، أو مش لازم يعجزوها خالص، ما يروح حاجة مختلفة وغير متوقعة. إنما اللي حصل ده ما ظبطش معايا الصراحة. السبب بقى نفسه ورا كل اللي بيحصل ده، سبب اللعنة، انا تهت شوية في الحدوتة اللي حكيتها رحيمة، بس الحقيقة وده جود نيوز يعني، ان التفسير ده مش مهم خالص. تقريبا كل افلام الرعب حتى الافلام العظيمة الكلاسيكس، تفسير الرعب هو روح شريرة بس كده، روح شريرة، شيطان، شبح، سفاح، مختل، روح او حاجة شريرة بس. ما هي مش مسرحية لشيكسبير زي ما قلت في الاول، انا جاي اترعب بس، فالاسباب فعلا مش مهمة. لكن عجبتني شخصية داود جدا، شكله لايق قوي على دوره في الحدوتة، وده دور معروف في الدراما والاساطير زي فيرجل في الانفيرنو بتاع دانتي، اللي هو الرجل الدليل العراف، اعمى لكنه بيبصر، يعني معمول حلو. وبقية الشخصيات ادائهم حلو جدا، كل الكاست اللبناني متمكن قوي، اتبسطت وانا بتفرج عليهم. بحب انا الصراحة اللهجة اللبناني قوي، ودايما بحسهم شيك كده في نفسهم ومتمكنين جدا من ادوارهم. الفيجوال افكتس، المؤثرات البصريه، برضو في المجمل معموله حلو قوي. في شويه احلى من غيرهم، زي مثلا مشهد التعبان بالذات في كلوز اب، يعني ما ظبطش 10 على 10، لكن بيحاولوا يغطوا ده بالساوند افكتس واعتقد عدت يعني. بس في المجمل انا اتبسطت من المؤثرات البصريه. المسلسل رايح على فين معرفش، ودي حاجه كويسه، هو ده اللي انا عايزه، عايز ميستري، عايز غموض، عايز اسئله، محتاج استنى الحلقات اللي جايه علشان اعرف اجوبتها. وحلو فكرة العالمين، عجباني قوي، اللي هو عالم اللي قدامنا والعالم الما ورائي. دفنتلي هكمل المسلسل، وياريت يعني افضل اترعب بالشكل ده. قولولي انتوا بقى رأيكم، هل فعلا يصنف كمسلسل رعب؟ بمعنى هل نجح ان هو يرعبكم او يخوفكم او على الاقل يوتركم؟ وشكرا تاني على متابعتكم، وياريت اللي ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب عشان تتفرجوا على بقية الحلقات، واشوفكم الحلقة الجاية. سلام.